الرحيم. يا أهلا بيكم. الإنسان في أصفار البر والبحر والجو اخترع البوصلة، واستعان بالخرائط، وأخيرا بالكمبيوتر اللي بيضرب ويجمع ويحسب ويقسم ويرسم، وأيضا بكاميرات الليزر وبأشعة الرؤية الليلية. طيب الطيور المهاجرة والأسماك المهاجرة والسلاحف المهاجرة والخفافيش المهاجرة كانت بوصلتها ايه؟ ده طبعا على اعتبار ان سفرياتها اكبر. كانت بوصلتها ايه؟ السؤال ده هنحاول نجاوب عليه من خلال الفيلم اللي معانا، وهو فيلم طويل، عشان كده افضل ان احنا نشوف الفيلم وبعدين نتكلم. دي قطعان الضباع. الضبع من عدو ان هو ينام بالنهار، طول النهار نايم، وبالليل بقى يسعى. بيسعوا في قطعان ويقطعوا رحلات طويلة بالليل، يمكن في ليلة واحدة يقطعوا 60 ميل. طيب ايه البوصلة بتاعتهم؟ البوصلة بتاعتهم هي الرائحة، بوصلة كيميائية. هتلاحظوا ان دايما الضباع تيجي على النباتات اللي في السكة تتبول عليها او تحك جسمها عليها. شوف بيحك جسمه ازاي، عشان عرقه وافرازاته تلزق في الايه؟ عيدان الاعشاب دي. فيتعرف على نفسه وهو راجع، هو راجع يعرف طريق. وكذلك الانثى تتعرف على ذكرها والذكر يتعرف على انثاه. الدليل هو دليل رائحه، والبوصله هي رائحه، فهي بوصله كيميائيه. ونلاقي يشوف كل ضبع بيحك كده في الايه، اي نبته في السكه يحك جسمه بيها، يتبول حواليها. ده الليميور. الليميور ده عجيب قوي، لانه بقى صريح في انه الحل هو البول. البول هي البوصله الكيميائيه بتاعته. شو بيتبول ازاي؟ لكن اعجب حاجه، هيغسل ايديه في البول. شايفين بيغسل ايديه ازاي؟ يغسل ايديه في البول ده، وبعدين كل ما يعدي على شجره يمسك في الشجره وايه، ويسيب اثر من البول بتاعه في الشجره. يعني عمليه بقى هنا مقصوده بيعملها، هو عارف ان دي الحل هو ده. وبالطريقه دي بيقدر يعرف وهو راجع ويعرفوا بعض. وزي ما قلنا الأنثى تعرف ذكرها والذكر يعرف أنثاه. هذه البوصلة الكيميائية هي الوسيلة. وخدوا بالكم كل ضبع له رائحة خاصة بيه. الديدان دي بيسموها ديدان سكان الخيام. الخيام، الخيمة اللي هناك دي، الديدان دي بتسكن الخيام الحريرية دي. ومن لحظة أن هذه الديدان وهي ماشية بتعمل إفرازات بجسمها، فتترك أثر من الإفراز على الممر ده كله، على الغصن ده. وبالطريقه دي تعرف سكتها وهي راجعه. وثانيا اذا كان يرقه اخرى معديه بتعرف من الاثر، يا ترى في اثرين اتنين، يعني كان دودتين سبقوها ولا دوده واحده، وتعرف من رائحه الافراز هل دي دوده شبعانه ولا جعانه. اهميه ده ايه؟ اهميه ده اذا كانت شبعانه يبقى اذا السكه دي هتوصل للاكل فتمشي فيها، اذا كانت جعانه تروح لحته ثانيه. فاكن الافراز هو رساله كامله. وثانيا عشان ترجع لبيتها الخيمة بتاعتها هتستعين بنفس الايه، الاثر اللي تركته. هنا برضو البوصلة رائحة، يعني بوصلة كيميائية. شوفوا بقى لما يمشي اتنين جنب بعض بيسيبوا ايه، شرعين من الريحة دي. فتعرف الدودة وهي ماشية، هتعرف اللي سبقوها ايه، كانت زحمة، السكة كانت مليانة ناس، يبقى مليانة يعني معناها لازم فيها رايحين لأكلة حلوة. حاجة غريبة، كل غصن هو طريق رايح وجاي وشغلانة.